ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الطلبة، تجد مثلا يطالع في دروسه وهو نعسان، يتعب نفسه، ومع ذلك ما لا يحصل شيئا، لأن الذي يراجع وهو في نعسان لا يستفيد، وإن ظن أنه يستفيد فإنه لا شيء، لا يستفيد بشيئا أبدا. لهذا ينبغي أن الإنسان إذا أصابه النعاس وهو يراجع كتبا، سواء كتبا مدرسية منهجية أو غير ذلك، ينبغي له أن يغلق الكتاب وأن ينام ويستريح. وهذا يعم جميع الأوقات، حتى لو فرض أن الإنسان أصابه النعاس بعد صلاة العصر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج، أو بعد صلاة الفجر وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج. كلما أتاك النوم فنم، كلما صرت نشيطا فاعمل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كل الأمور اجعلها بالتيسير، إلا ما فرض الله عليك فلا بد أن يكون في الوقت المحدد له. وأما الأمور التطوعية فالأمر فيها واسع، لا تتعب نفسك في شيء.